وقيامتنا كلنا. Gostou muito do Evangelho. بمخافة الله وانصتوا بحكمة لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا مار لوقا البشير بركاته على الجميع. بنوتو بنسوتيرو بنورو تيرين إيسوس بخريستوس يبشيري مبنوتي تون بيوناف شاني بيوفا بنوتي بي نقصاصي كيريا من مزامير أبي داود النبي والملك بركاته على جميعنا. كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسر. هللويا مبارك الآتي باسم الرب إله القوات. المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. فيما هو يقول هذا ابتدى الكتبة والفريسيون ينظرون رضيا ويكلمونه في أمور كثيرة ويمكرون ليصطادوه بكلمة من فمه. وفي أثناء ذلك إذ اجتمع ربوات كثيرة حتى داس بعضهم بعضا ابتدأ يسوع يقول لتلاميذه: أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو رياؤهم، فليس شيء مكتوم إلا وسيظهر ولا خفي إلا وسيعلم. والذي تقولونه في الظلمة سيسمع في النور، وما قلتموه في الأذن في المخادع ينادى به على السطوح.
ولكن أقول لكم يا أصدقائي، لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئاً أكثر، بل أعلمكم ممن تخافون. خافوا من الذي بعدما يقتلوا له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها لا ينسى قدام الله، بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصات. فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم إن كل من يعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله. ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله. وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. والمجد لله دائما.